عن رأيك بالكوليكشن اللي شفتيها اليوم؟ كتير مهضومة وكتير جديدة، جديدة هون بلبنان، وأكيد أنا بتمنى لهم التوفيق لأنه different، ما بتشبه حدا. تابعوني دايما على مسايا تي في، معكم رولا سعد. كتير حلوة، يعني عن جد ينعمل كوليكشن للورد ستيل كوتور، إذا بدك حتى الهوت كوتور، يعني كانوا بتحسيهم كانوا مخيطين خياطة. هذا الحلو، دقة بالشغل، يعني كيف نحن نكون عم نشغل بالفستان ومنعرف دقية الفستان كيف بينشغل، شغلينه بهالدقية، فبرافو عليهم، كتير حلو. هلا بعدنا مخلصين الويدنج دريسز، مجموعة الويدنج دريسز اسمها وايت دريم، الحلم الأبيض. عملنا شوتينج من يومين، هلا قريبا بلش تنزل على التي في وتنزل على السوشيال ميديا. كناية عن ويدنج دريسز من تقريبا بحدود ال 25 فستان، وان شاء الله انه هيك بتلاقي حسن ظن كل العرايس بلبنان. يعني اكيد نحن هذا ترند بلشنا فيه من شي سنتين تقريبا، لانه بشكل عام بالدول العربيه او بلبنان خاصه بيعتبروا الفلوريست يعني عرس، ما الفلوريست هو دوره أكثر من هيك. من هيك نحن كثير بننطلق، يعني العرس بيجي هو كمان بدرجه ثانيه مبدئيا، لانه الفلوريست يلي عامل اختصاص عنده كثير شغل يعمله بقلب بيوت الناس، بقلب محلاتهم، فيترينات، بالفاشن شوز، لانه نحن بنحب نسميهم، لانه من الزهور بنسميهم مجوهراتنا مش مجوهراتنا. كثير بنركز لانه الزهره كثير قريبه من الانسان، والزهره بشكل عام بتعبر كثير عن نفسيتنا، عن نفسيه المراه. اذا لاحظتي حتى المودلز اليوم لما بيمشوا بزهور غير ما بيمشوا بفساتين عادي، كانوا كلهم مبسوطين. الطبيعه بتعطينا شيء كثير حلو، حيويه، مثل ولد صغير لما بتعطيه ورده بقرب بيشمها بدون ما تعلمي عليها، هذا شيء كثير مهم. يعني نحن قصدنا اليوم نقول للناس انه نحن كثير طبيعتنا حلوه، ما حدا بينتبه لها، دائما بس بده حدا زهور بيروح دغري بيشتري، بينما حوالينا وحول بيوتنا بالجبل عندنا كثير زهور حلوه. بعتمدنا نفرج شوي نرجع نعمل عوده للطبيعه، لانه نحن كمان بنهتم بالبيئه وهيك، غير انه بشغلنا كان همنا انه نوصل هالفكره كمان اليوم، انه حتى بالاشياء اليابسه فيها حياه. نحن our specialty is hair accessories، نعمل بس اكسسوار للشعر. في عنا كتير special occasion wear، بس mainly نحن نعمل موديلات للبرايدز، للعروس. عادة نسأل العروس أول شيء كيف فستانه، إذا فستانه كبير أو صغير، وحسب فستانه هيك منكمل مع بعض، منشوف إذا فستانه كبير نعمل لها شيء simple، إذا فستان simple نعمل لها شيء كبير، وإذا بدها نسألها إذا بدها شيء من قدام أو من وراء أو على جنب، وإذا بدها شيء gold أو silver. كمان أكيد حسب الشعر، إذا طويل، إذا curly، إذا ليس، وإذا حطته على جنب، وإذا بدها ترفعه، ففي كذا كذا سؤال بفوت بالإكويج. نحن ماركتنا اسمها اورا هيد بيسز، فيكم تلاقونا على انستغرام اورا AURA HEAD PIECES. نحن في عندنا كثير موديلات على انستغرام، وكمان في رقمنا 03946356 03946356، واكيد فيهم يطلبوا الموديلات على واتساب، وكمان على انستغرام على دايركت مسج، وكمان باي ايميل، وعندنا الويب سايت تبعنا www.auraheadpieces.com، كله موجود على الويب سايت. كمان نحن سنتر في عنا كل شيء سليمينج، كل شيء منركز على تخفيف الاريا يعني بالسنتيمترز، وفينا نشتغل كمان على الشد خلال العضل او خلال البشره الجلدي، فينا نعمل تايتنينج اذا في سيلوليت او اذا في ترهل، كمان فينا نشتغل على الشيء. في عنا كمان التونينج اللي هو منشغل العضل، ففينا نعمل يعني نشد العضل باي محل الشخص بده، اذا بده كمان على الابز وين ما كان. اكيد نحن منشجع انه نكمل على نمط الحياه الصحي، يعني مع سبور ومع الدايت، اساسا ام دايتيشن، اوكي، فاكيد يعني مع هدول فينا نحن نشجع ونعمل تارجتد ثيرابي بمحلات معينه. هلا غير هيك كمان في عنا بيوتي سكشن، البيوتي سكشن في عنا للفيس وللهير، في عنا كذا شيء. اجمالا نحن كل شيء بنشتغله ناتشرال، بنشتغل على البو السوبرفيشال ومنفوت شوي لجوا، بس مش كتير ديب. فالشغلات السوبرفيشال في عنا على الاوكسس تريتمنت اللي هي اوكسجينيشن، مندخل فيتامينات ومعادن خلال الاكسجين اللي مندخله، واذا بدنا نفوت اكتر ديب شوي فينا نستخدم الميزو رولر، فالميزو ثيرابي كمان بنحط فيتامينز ومينرالز
فيتامينات ومعادن وكل شيء مواد الطبيعية اللي نحن نحتاج إلى أو البشرة بتحتاج إلى. إذا كان عندنا تاش أو دارك سيركلز تحت العيون، عيون تعبانين، إذا في التجاعيد الخفيفة الفاين رينكلز، تاشات أكني أو open pores، كل شيء يعني ممكن نحن نحسنه. طبعا نحن ما عندنا شيء بعملية أو شيء بوجع، فكل النتائج اللي بنحصل عليها per session، وكل ما الواحد زاد يعني اهتمامه لبشرته يعني انه يغذيها بهالطريقة، كل ما هو بيحصل على نتيجة احسن. كيف ممكن الزبونة تتواصل معكم؟ فيهم يتواصلوا معنا عبر الانستغرام تاعنا او عبر التليفون. رقم التليفون هو 03-891-302، وإذا بحبوا يتصلوا دغري على العيادة بين 10 و6 على 017-920-225، والإنستغرام هي dunias.clinic dunias.clinic clinic. بونسوار. هيدا الشو اللي عرضته هلا هو 2018 كولكشن اوف برايدل، ولاول مره ميزون ليسلي انتروديوسز منز وير خاصه بالجروم والفادر اوف ذا برايد والبست مان. هلا اكيد كل واحد بيطمح، انا بالاخص بطمح انه اكيد ميزون ليسلي تصير براند ديزاينر براند عالمية. بفتخر انه it's designed and made in Lebanon، يعني انا بالنهاية بفتخر اني لبنانية، واكيد بحب انه تصير انترناسيونال. مرسي لك، مرسي لوقتكم. Thank you. لكي نحن حبينا نشتغل هالمناسبة بشكل كتير ايجابي. نحن من وقت مش كتير بعيد كان عنا ما يقارب 90 قتيل ب 120 يوم، وجزء كبير من هالضحايا البريئة وقعوا برصاص طائش أثناء الأعراس. نحن اليوم بمعرض للأعراس لحتى تكون الناس فرحانة، تكون مبسوطة بعرسها. ما منريد على الإطلاق أنه يكون هيدا نهار هو بداية لأحزان آخرين، وبالتالي حبينا أنه نعمل هيدا السان تنقله للناس بمطرح، وهي خدعة أنه نحن مستعدين نجيب لكم فرقة. هالفرقة هاي بدل ما تعملكم زفة، لا بتقوص لكم. أكيد هيدا الشيء حبينا نعمله بهالطريقة تيكون غريب، غريب لأنه غرابة الموضوع ممكن توصل أكثر للناس. نحن بهمنا نوصل هالرسالة لكل الناس. القانون لحاله ما بيقدي، القانون مهم كتير أنه يكون عنا بنظم لنا علاقاتنا، إنما بنفس الوقت الناس ما كتير يعني أخلاقيا منا إذا بننصاع على القانون ولا لا. نحن بهمنا وعي الناس، وعي الناس بنراهن عليه لحتى تعرف الناس مخاطر هالموضوع قبل ما تعرف شو العقوبة. مخاطر الموضوع كبيرة وكتيرة جدا على الناس كأفراد، على العيال تبعولهم، على هالمناسبة تبقى مناسبة فرح ما تكون ذكرى لناس ذكرى أليمة، وبنفس الوقت حتى نعمم ثقافة سلام. هيدي ثقافة عنف، هيدي ثقافة همجية. وقت أنا أطلق الرصاصة وما عارف الرصاصة وين بدها تنزل، ولا مرة السماء أكلت رصاصة، الرصاصة بدها تنزل وبدها تحدث ضرر. وين ما نزلت، نزلت على الإنسان ضرر، ممكن تقتله، ممكن إنها تعوقه، ممكن تنزل على ممتلكات الناس من سيارات، من أي شيء، ممكن على أحراش تنزل وتسبب حريق. طيب هيدا الوعي نحن كيف بدنا نعمله؟ عم نجرب عبر مختلف الوسائل والمناسبات. وسائل كان انه نروح على المدارس، رحنا اشتغلنا كتير على المدارس او عم نشتغل بعدنا عليهم بوسائل اعلام متنوعه، عم نطلع ونحكي بالموضوع. اليوم هي مناسبه كتير مهمه، عم نحكي عن الافراح وتجهيزات العرس. طب من تجهيزات الحرس كمان انه نعمل وقايه الناس انها ما تقوص لحتى ما تحول فرحها لحزن عند الناس. جمعيه كتير قديمه من اثناء الحرب تاسست بالعام 86، وبدينا نشتغل على موضوع الأسلحة بال 2002. هلأ هي الحملة الوطنية بدينا فيها من حوالي السنة، عملنا عدة إشياء. التعهد يلي عم بوقعوه العرسين عنا إنه والله نحن بعرسنا بنلتزم إنه ما نقوس، كان في شيء مماثل بسراي الحكومة من حوالي شهرين بتوقيع دولة الرئيس الحريري وبرعايته، وقع ما يقارب 300 رئيس بلدية ومختار لحتى التزامهم كان انه ما يتدخلوا بالنية الطيبة اللي عندهم ويطلعوا الناس من الحبوسة ويطلعوا الناس الموقوفين
ما بدنا حدا يتدخل من قبل هالقيادات الوسطية لدى القيادات الأمنية، القيادات القضائية، القيادات السياسية والإدارية، يضغطوا عليها ويحرروا هالناس من عقوبات استحقوها. وبالتالي بدنا يهن يلعبوا دور إيجابي، بدنا هن يوعوا على مخاطر السلاح، يوعوا على القانون. القانون اليوم منه كتير سهل أبدا، يلي بيطلق الرصاص بأي مناسبة عقوبته أقل شيء 6 شهور حبس و5 مليون و400 ألف، يعني 8 مرات حد الأدنى للأجور. بعتقد رقم مش سهل، بس إذا نحن قوسنا بدون ما نحدث أي ضرر. لا، القواس ممنوع، القواس هو انتهاك لدولة القانون، القواس هو انتهاك لحق المواطنين بالعيش بسلام وأمان. فنحن بهمنا جدا أن توصل هالرسالة لكل المواطنين، وما يبقى عندنا ولا طلقة رصاص بهالبلد. اللي بدنا إياه بس بلد آمن وبلد حر، وحرية مواطن لا يعني أني أذي الآخر. بنقول شكرا لمسايا تي في أنهم هن كمان حاملين رسالة، رسالة خدمة اجتماعية، رسالة مسؤولية اجتماعية، وهيدا الشيء نحن عم نشوفه بكتير مؤسسات الحمد لله، وهيدا الشيء علامة خير ببلدنا وبناسنا وبإنساننا قديش خلاق. مجموعة من الشباب حقيقة كانوا هن داعمين لهالحملة هاي، وهن قاعدين برات البلد من زاوية مسؤوليتهم الاجتماعية، حبوا انه هن يغطوا هيدا التعب وهيدا التكاليف بهيدا المعرض، وانا بقدم لهم تحية. والله نحن شغلنا كله في شاك، يعني قطعة كتير تقيلة، يعني قد ما فينا نتعب على القطعة نشتغل فيها، اكيد عمل طويل نشتغل بكل قطعة شي شهر، فهي الخط اللي بنعتمده، واكيد بناخد شوي انه شو بالاعتبار شو دارج وشو بحبوا البنات كلهم مع بعضهم تطلع القطعة. الأكثر في كتير درجات ألوان للعروس، في ناس بدهم شانجون عم بيضوي، في ناس بدهم أبيض كتير 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 ناصع، في ناس بدهم بلانسال، في ناس بدهم بلانسال كتير غامق، يعني في كتير درجات ألوان. وصلنا للعاج، قربنا على الذهبي، كل الألوان واردة بالحياة. لا هذا كله شغل إيد أكيد، هو دانتيل شاكينه، رجعين رسمين فيه على مقصقصينه كله وعاملينه على الفستان، ورجعين مقطبينه مرة تانية، ورجعين شاكينه بعد ما مقطبينه، قاصين ورد مركبينه من برا 3D. فهيك منشتغل، كل الفساتين عبارة عن هالطريقة، بيمرقوا بهالمراحل كلهم، منشكهم ومنقصهم ومنركبهم ومنرسم فيهم ومنرجع منقصص اشياء ومنرجع منلزقها من برا. كات اند ماوث هي كيترينج كومباني اللي بتعمل كل شيء من الاعراس، البرايفت دينرز، بيرثدي بارتيز، يعني حيالا شيء زبون بده اياه بنعمله، وات ايفر كوكتيل، وات ايفر هي نو الشخص اللي بده اياه بنعمله، يعني فروم اي تو زي كل شيء. هلا هو العادات انه يكون الجاتو تبع العرس ابيض، فالناس شوي بيلاحقوا هيدي التراديسيون تبعولهم انه الجاتو لازم يكون ابيض خاصه من جوا. هلا نحن عم نجرب نعمل غير شيء، انه عندنا جاتويات كلهم بيض، وعندنا جاتويات عم نجرب نلحق تم تبع الأعراس. يعني هون مثلا عملنا جاتو شوية تم تبعه جاردن، فاستعملنا الألوان البينك الأخضر الموف شوية ذهبي، بس نعطي هيدي التوش الفرحة إذا بديك للعرس، واللي بتلبق بأعراس أكتر بجنينة برا بالصيفية، إنه عم نجرب نلحق التم شوي، ما حقول كريزي بس أنا ديفرنت عن الجاتويات اللي فيهم بس ابيض وذهبي. فعم نجرب نعمل جاتويات منخلي فيهم كل الاليغانس والغافينمون، وبذات الوقت هيدي التوش الاكسترافاجنت الزياده. نحن ديجا بنعمل كتير ريسيرش، وكل ورده هون بتشوفيها هاند ميد، فكل ورده من الاول للاخر بنعملها على الايد، من اللون بنرجع بنراقبه بنرجع بنظبطه، للفورم بنرجع بنشتغلها عده مرات تنوصل على الريزلت اللي بدنا اياه، ومنشكشك كل ورده بوردتها تنقدر يطلع الجاتو المزبوط، من الوردات الكبار للوسط والاصغر للفايد الفايل الاخضر، يعني كل شيء هاند ميد بنشتغل فيه تنوصل على النتيجه اللي بدنا اياها، بس كله هاند ميد. اذا بتشوفي في منهم ملونين من جوا، في منهم مع جولد بيبر، في منهم العجينه منلونه بنجمع عده الوان تنوصل على هذا اللون، يعني عن جد شغل كثير غميق نشتغل فيه ومندقق كثير فيه. ثانك يو مسايا تي في، اذا حابين تاخذوا ماكارون تفضلوا. ثانك يو.